أما هلأ هايدي ننتقل لمساحتنا الأخيرة لليوم برحلتنا الصباحية، ومساحتنا الأخيرة مساحة طبية. رح نحكي عن موضوع كتير مهم خلال شهر رمضان المبارك، يمكن حكينا عنه سابقا ودائما بيكون في تساؤلات بخصوصه، الصحة الفموية خلال شهر رمضان المبارك، طريقة العناية بالأسنان واللسة، كيف فيني حافظ على نظافة أسناني، والرائحة يمكن الكريهة اللي كتير بيعانوا منها خلال شهر رمضان المبارك. وكتير من الأسئلة رح تجاوبنا عليها الدكتورة الجميلة ديانا أقبيق، دكتورة الأسنان. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، رمضان كريم عليكم وعلينا. يسعد صباحك دكتورة. في البداية مثل ما ذكرنا أنه عم نحكي عن موضوع كتير مهم اليوم بشهر رمضان، كيف نحافظ على الصحة الفموية والأسنان. خلينا نحكي أكثر كيف ممكن نهتم بهذا الموضوع، خصوصا أنه نحن عم نصوم لساعات كتير طويلة. تفضل. هلا بداية مثل ما عم نعرف انه شهر رمضان المبارك الصيام فيه كتير له فوائد صحية على جميع أجهزة الجسم، منها ضبط مستوى الكوليسترول بالدم او تخفيض نسبة السكر بالدم الى اخره. بس بنفس الوقت هذا الشيء بيتطلب منا، يعني الصيام بيتطلب منا الى زيادة الاهتمام ببعض اعضاء الجسم ومنا الفم والاسنان. هلا شو السبب؟ السبب نحن بساعات الصيام بيصير في عنا شوية تجفاف بالجسم، فبيقل إفراز اللعاب. مثل ما بنعرف إنه اللعاب هو عامل أساسي لحماية البيئة الفموية من البكتيريا وتكاثرها. تمام. هلأ في موضوع إنه عادة في عنا اعتقاد كتير شائع إنه برمضان إذا نحن خلال ساعات الصيام اهتمينا بفرشات الأسنان فإنه ممكن هذا الشيء يبطل الصيام. فعادة هذا الموضوع بيخلي المرضى تمام يخففوا الاهتمام وبتزيد بقى المشاكل الفموية. أكيد أكيد طبعا. طيب خلينا نحكي يمكن شو هي الأخطاء الشائعة اللي بيوقع فيها الصائم خلال شهر رمضان المبارك للعناية بأسنانه، من خلال مثلا الحفاظ على الرائحة، يمكن أكثر شيء بيعانوا من الرائحة الكريهة لأنه عم يصوم لساعات طويلة، ويمكن كمان في بعض الأخطاء اللي هي مثلا طريقة الأكل، الاستمرار بالأكل، بعض المأكولات، يمكن في بعض النقاط ممكن نحكي عنها أكثر. هلا مثل ما حكيت اهم فكره انه نحن خلال ساعات الصيام نحن عندنا بتخف الرطوبه بالبيئه الفمويه. تمام. هذا الشيء بيؤدي الى زياده لزوجه اللعاب وقله افرازه، وبالتالي زياده نمو البكتيريا. والمريض بنفس الوقت ما عم بيعود، هو ما عم بيتمضمض خلال ساعات الصيام. في هيك بدي اسالك عنه، يعمل يتمضمض خلال ساعات الصيام لو يمكن بالمي او المي وملح، او هو تمام ما عم يتمضمض، ما عم يستخدم غسولات فمويه، ما عم بفرش اسنانه خوفا من انه هذا الموضوع ممكن يبطل الصيام. طبعا هو هذا الشيء غلط. اذا انتبه الشخص من انه ما يبلع خلال مضمضه، يبلع معجون الاسنان او ما يبالغ بالمضمضه. هلا من بعض العادات السيئه اللي عم تصير أكيد هي العادات الغذائية الغير متوازنة، عدم شرب كميات كافية خلال ساعات الإفطار، يعني ما عم بيصير شرب كميات كافية من السوائل والماء، هذا الشيء عم بيؤدي إلى جفاف الجسم، بالتالي جفاف الفم والمشاكل. ممكن أكل الحلويات بشكل كبير بيأثر على الأسنان كمان، تلاقي المائدة الرمضانية للأسف يعني ما في اكيد ما تتجاهلي. اكيد. هلا اكثر شيء نحن ممكن يسبب عنا النخور هن السكريات اللصاقه، يعني مثل مثلا عندك التمر. صحيح. التمر كثير ممكن يعمل نخور بالاسنان. مع انه اكسرون فائده، فشوفي تماما. والمشروبات اللي بتكون برمضان مثل مثلا عندك تمر هندي على السوس، هذول كلهم بيكون فيها نسبه من الحموضه ونسبه عاليه من السكر. تمام. دكتوره اليوم قديش مهم التشيك على صحه الاسنان عند الدكتور، يعني كل قديش ممكن نحن نراجع طبيب الاسنان؟ هلا انا كثير بفضل الزيارات الدوريه المنتظمه عند دكتور الاسنان. هلا ضروري كثير انه نروح عند طبيب الاسنان بشهر رمضان مثل ما حكينا، لانه المشاكل الفمويه عم تتفاقم بسبب الصيام، قله تدفق اللعاب، جفاف الفم،
وكمان بفضل موضوع ثاني انه قبل شهر رمضان كمان يصير في تشيك اب عند طبيب الاسنان مشان اذا كان عندنا مشاكل او التهابات، اذا ما ناخذ كورسات علاجيه دوائيه تتم قبل الصيام، يعني يتنظم وقتها قبل الصيام. وكمان مشان الطبيب يحط لنا خطه عنايه فمويه محدده لكل شخص، تختلف بتكون من لكل شخص حسب الحاله اللي عنده. طب خلينا نحكي عن صحه وسلامه اللثه، يعني كمان يمكن من القصص اللي بنعاني فيها خلال شهر رمضان المبارك بتلاقي في مشاكل باللثه، او يمكن بسبب عدم تنظيف الاسنان بشكل صح، يعني مو فقط بفرشات الاسنان، نحن بنعرف انه بعض الاكل ممكن يعلق بمناطق حساسه بين الاسنان وتحت اللثه، يمكن يجب تنظيفها بالخيط، فكيف فيني اعتني فيها؟ هلا العناية الفموية المفروض تكون متكاملة، يعني انا ما بصير مثلا فرش اسناني بس انسى الغسولات الفموية او انسى المضمضة او انسى الخيوط البين سنية. هلا مثل ما حكينا انه هي الاطعمة اللي فيها نسبة عالية من السكريات اللصاقة هي كثير بتعمل نخور بالسطوح الملاصقة بين الاسنان، لانه فرشات الاسنان عادة ما عم توصل لهي المناطق. السطوح الملاصقة بين الاسنان في عندك هون الحليمات اللثوية كثير ممكن تتعرض للالتهاب، فأهم عامل لأنه أنا حافظ على سلامتها أني أنا أستخدم الخيوط السنية. يعني أنا ما بصير فرش أسناني وأنسى الخيوط السنية، بكون إضافة للغسول، حتى لو ما في غسول فيني أعمل مضمضة بمي وملح، يعني ممكن تنوب عنه ولا لا؟ لأنه بيقول لك التكلفة المادية أعلى، أو ممكن تكون هلا انا بديل. ممكن اتمضمض مره واحده بالغسول، وممكن خلال ساعات الصيام كذا مره بالمي والملح. بس بدي انوه على فكره انه يكون الغسول الفموي ما فيه ماده كحوليه مشان ما يصير جفاف الفم، ساعتها بنزيد المشكله. تمام دكتورة، يعني اليوم كثير من الأشخاص خلال شهر رمضان ممكن يسووا عمليات تجميلية بالأسنان، إجراءات معينة، هل ينصح فيها اليوم أو ممكن في حالات تستدعي أنه إحنا نخليها لبعد شهر رمضان؟ هلا غالبا اذا انا بدي اعمل معالجات بسيطه في حال تبييض او زراعه اسنان احيانا بيقولوا هلا لا ممكن نعملها بشهر رمضان، يعني هي الاجراءات اللي فينا نقول هي بسيطه، مو اجراءات جراحيه لنفترض للفكين، اجراءات جراحيه للفكين بيكون في عنا كورس دوائي بدنا نستخدمه. هي الفكره ممكن ياثر انه بيكون في ادويه معينه لازم ياخذوها اكيد بفترة. هي بتكون بقى بعد شهر رمضان، اما الاجراءات البسيطه لا عادي هي فيها حتى وقت يكون المريض صايم عادي، يعني هي ما بتأدي لأبطال الصيام. طيب دكتورة ذكرتي خلال حديثك يمكن الصيام لساعات طويلة هو بيعمل عملية جفاف أساساً وقلة في إفراز اللعاب، ونعرف اللعاب قديش بيلعب دور بترطيب الفم، حتى بيلعب دور بتقليل الرائحة الكريهة. في ناس يمكن لعابه كمان بيأثر، في ناس بتلاقي لعابه ممكن يكون بيعمل قلح بالأسنان، بيعمل إفرازات أخرى، بيكون يمكن له ميزات أخرى، كمان هي بتعمل رائحة كريهة ويجب معالجتها. تمام، هلا القلح قطعا هو اول شيء شو القلح؟ هو ترسبات كلسيه موجوده عند اعناق الاسنان، هي الترسبات الكلسيه من اللعاب. اكيد غير اللعاب بيكون هي تراكم طبقات بكتيريا. هلا لو المريض عم بيراجع طبيب الاسنان وعم يعمل تنظيف وتقليح ما كانت موجوده هي القلح، طبعا القلح هي عامل اساسي بانه تؤدي لرائحه فم كريهه. تمام، خلينا نحكي شوي عن الاطفال، يعني كيف ممكن نوعيهم أكثر اليوم باستخدام فرشات الأسنان اليوم خصوصا بوجود الأطعمة، كيف ممكن يعتنوا اليوم بأسنانهم؟ هلا غالبا الطفل بيتأثر بأهله كتير. وقت يكونوا الأهل هن مهتمين بهذا الموضوع فبتلاقي الطفل عم بيقلد أهله. صحيح، وأكيد مبلش معهم من عمر صغير. مثلا من عمر الست سنين يبلش نعلمه انه هو يفرش اسنانه لحاله. طيب خلينا نحكي دكتوره بالختام نصائح عامه ومهمه خلال شهر رمضان المبارك تحديدا بشكل عام للعنايه بصحه الفم، يعني يمكن بعض الخطوات البسيطه بتغنينا عن الذهاب لطبيب الاسنان ومراجعته. لا عنا اول نصيحه انه شمع النخر قصدي مو النخر شمع روح هيك عم النخر وهيك نروح لعند طبيب الاسنان، لانه غالبا في مشاكل نحن ما حنكتشفها. انا ما بدي انطر لحتى يصير عندي اوجاع لحتى هي اساسا ما حدا بيحب يروح على دكتور اسنان الا اذا انت كان مثلك، يعني هيك دكتوره جميله لطيفه الواحد بفكر فيها. هو الدكتور بحبب الواحد بالراحه. صحيح، شكرا. فعنا زياره طبيب الاسنان حتى يكشف لنا المشاكل اللي نحن ما لنا عرفانينها.
بس انا قصدي مشان ما نوقع بمشاكل هي بعض الخطوات لتنظيف الاسنان بحيث يكون عندي شيء بسيط تشيك بسيط عند الدكتور ما يكون في عندي مشاكل كبيره بالاسنان. هلا مثلا نحن بشهر رمضان المفروض نتبع نظام غذائي متوازن تمام، نقلل من السكريات، نكسب هذا الشهر بانه نحن مثلا نقلع عن التدخين، بتعرفي مضار التدخين باللثه والمسج حوالي الاسنان تمام، الغسولات الفمويه مثل ما قلت ما يكون فيها نسبه كحول عشان ما تعمل جفاف فم، فرشات الاسنان المناسبه، عندنا فرشات الاسنان شعيراتها الى قساوه معينه، طبعا كل فرشاه لحاله لشخص محدد، في اشخاص بدهم فرشاه ناعمه، في اشخاص بدهم فرشاه قاسيه على حسب. مين بيختار هون انه طبيب الاسنان؟ تمام، يعني اللي عندهم مثلا مشاكل لثويه اكيد ما بختار لهم فرشاه اسنان قاسيه. قاسيه اكيد بدنا نعمل صحيح. تمام، استخدام معجون الاسنان الغني بالفلورايد، تمام، لانه نحن مثلا عم ناكل نسبه سكريات عاليه برمضان، فانا بدي احاول اعوض. في غسولات معينه طبيه بتنصحي فيها اليوم مشان المضمضه؟ لا، بس مثل ما قلنا انه لكل شخص بيكون في منتج معين. صحيح. تمام، هلا بس في نقطه بدي اقولها يمكن ما كثير عالم بيعرفوها، انه انا مو فورا بعد الاكل بقوم فرش اسناني، بنطر 30 ل 60 دقيقة وبعدها بتصير فرشاة الأسنان، لأنه غالبا وبالأخص بشهر رمضان المأكولات السكريات أو عندك العصائر فيهم مادة حامضة، فهي عم تعمل تأثير كيميائي على الأسنان. وبنفس الوقت إذا أنا بعدها فورا فرشيت الأسنان عم بعمل تأثير ميكانيكي، فأنا هيك ضريت السن أو سحلته. لا، بنطر فترة وبعدها بفرش الأسنان. أكيد بدنا نتشكرك كثير الدكتورة ديانا أقبيق اختصاصية طب الأسنان، أهلا وسهلا فيك. شكرا لكم، شكرا لأستاذ، نتشكرك على وجودك معنا، نتمنى لك أكيد التوفيق ورمضان كريم. شكرا، رمضان كريم.